اليوم على غرار باقي اقاليم المملكه مدينه برشيد ونساء ورجال التعليم ينخرطون في محطه نضاليه اضراب وحدوي مصحوب بهذه المسيره الاحتجاجيه من امام مقر مديريه الاقليميه الى مقر عماله برشيد لنجدد رفضنا التام لما سمي بالنظام الاساسي الجديد. هذا النظام الاساسي الذي نعتبره غير منصف غير محفز لنساء ورجال التعليم يضرب جميع المكتسبات التي ناضلت عليها الشغيله التعليميه. وخلال هذه المحطه النضاليه نرد على التحالف الحكومي ونقول له ان نساء ورجال التعليم ماضون في الاحتجاج ماضون في التصعيد في حاله عدم التجاوب مع المطالب العادله لنساء ورجال التعليم. تحيه نضاليه الاستاذه صفيه كيجي استاذه مفروض عليها تعاقد مديريه برشيد. الشكل ديال اليوم كيجي كاستمراريه للاشكال النضاليه اللي كتخوضها الشغيله التعليميه ردا على تعنت الوزاره وردا على احتقار الوزاره للساده والسيدات الاساتذه واطر الدعم الذين فرض اطر الدعم بجميع التلاوين ديالها، كذلك لتعنت الوزاره وعدم الاستجابه ديالها لمطالب الشغيله التعليميه. اليوم الشغيله التعليميه خارجه في جميع ربوع الوطن لتقول الوزاره الوصيه بان مستمره في نضالاتها مستمره في اشكالها النضاليه حتى تحقيق جميع المطالب واسقاط النظام الاساسي المجحف في حق الساده الاساتذه. اليوم كذلك نطلب من جميع من الشعب المغربي، نطلب من ابائنا من امهاتنا من تلاميذتنا من تلميذتنا وتلاميذنا، نطلب منهم الاعتذار لان الوزاره الوصيه تعمل على هدر الزمن المدرسي وتعمل على احتقار الاستاذ وعدم تحقيق مطالبه، فعذرا تلميذي عذرا تلميذتي فقد اجبرونا على التصعيد.